بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على الأورينت داتابيس. هنتكلم على الأورينت داتابيس المرة دي كانترودكشن للأورينت داتابيس، وفي نفس الوقت ليه احنا بنتكلم على الأورينت داتابيس كانترودكشن يعني. فالأورينت داتابيس أولا مبدئيا هي مالتي موديل داتابيس. مالتي موديل لأن عندنا موديلز على مر العصور، من اول ما بدانا الداتابيز، من اول الفايلز والهيراركي فايلز والكلام ده، ومرورا بقى بالريليشن داتابيز والقصه بتاعتها، وطبعا نترك الداتابيز، وبعد كده الريليشن داتابيز والاوبجكت ريليشن داتابيز والاوبجكت اورينتد داتابيز، وبعد كده نقلنا للبيج داتا بقى، اشتغلنا في النو سيكوال داتابيز، سواء كان الكي فاليو داتابيز او الكولوم داتابيز او الدوكيمنت داتابيز او الجراف داتابيز بكل انواعها دي كلها، دي اسمها مودلز. كل موديل، المهم حتى لو انت ما عرفتش كل الكلام اللي بقوله ده، عايز اقول ان كل موديل ليه الاستراكشر والهيئه بتاعته والشغل بتاعه. هي بقى الاورينت من مميزاتها ان هي مالتي موديل، يعني بتشتغل على اكتر من نوع في نفس الوقت، وهي نفس الداتابيز مش موديل واحد، ودي حاجه طبعا قويه جدا. هي اوبن سورس طبعا، دي حاجه كويسه جدا. هي نو سيكوال في المراحل اللي ما بعد البيج داتا، ودي حاجه برده كويسه. بتجمع ما بين قوه الجراف داتابيز، يعني بتاخد اقوى تفصيل. الجراف داتابيز على فكره هي اكتر داتابيز او اكتر انواع داتابيز فيها تفصيل للعلاقات وليها علاقات وعمق في البيانات، اللي هي الجراف داتابيز. فهي واخده الاسلوب ده، هي اعلى كمان من الريليشن داتابيز في تفصيل، يعني هي الريليشن اللي بعديه على طول، والجراف رقم واحد في حته الديبس بتاعت العلاقات والتفصيل البيانات، واخده الفلكسبيليتي بتاعت الدوكيمنت داتابيز. وما ادراك ما الدوكيمنت داتابيز، هي المنتشره دلوقتي في شغل السوق وكده، ولكن هي واخده القوه بتاعت بتديك هاي بيرفورمانس لكل الاوبريشنز بتاعت الداتابيز. النو سيكوال داتابيز طبعا قايمه مع فكره البيج داتا عشان توفر ريل تايم. ريل تايم يعني في وقت التنفيذ على طول، سواء كان ويب ابلكيشن او موبايل ابلكيشن، يقدر يخدم يستخدم الايه الاورينت داتابيز بشكل قوي. الاورينت داتابيز من اهم النقاط اللي بتميزها السبيد، خلاص البرفورمانس بتاعها سريعه جدا في الريد وفي الرايت، لدرجه ان هي بتقدر تخزن ستور 120,000 ريكورد في الثانية، توصل ل 120,000 ريكورد في الثانية، سرعة رهيبة طبعًا. في جوينتس، تمام، لينكينج بس للريكوردز، وبشكل معين كده بنقدر نعمل بيه كل التفاصيل. بتستخدم الرام بشكل كويس جدًا. طبعًا بالنسبة للأجزاء بقى، طبعًا اللي هي انتاير تريز والجراف للريكوردز وكل ده في الملي سكندز يعني. وفي نفس الوقت السبيد بتاعتها، سرعتها ما بتتأثرش، ما بتعملش بطء لما الداتابيس سايز تزيد. طبعا القصه دي ازاي ليها قصه كبيره جدا في ككونسبت في البيج داتا، لكن موجود ككونسبت في البيج داتا، لكن ده موجود ان مهما الداتابيس كبرت السرعه بتاعتها ما بتتاثرش، فقويه جدا طبعا. زيرو كونفيجريشن المالتي ماستر اركتكشر، يعني انت عايز تشتغل بقى شغل البيج داتا كله والكلاود والكلام ده كله، فهي اوتوماتيك من غير اي اصلا اي اعدادات، هي متظبطه ان هي تعمل الشغل ده. تشتغل مالتي اكتر من ماستر، والماستر سليفز والكلام ده كله، والشيردد اركتكتشر اللي هي تبدا اجزاء البيانات تترمي على اكتر من جهاز وتبقى عارفه كل قطع البيانات فين والكلام ده كله، هي مظبطه ده. حتى الاليستيك لينير اسكالابيلتي هي شغاله بده، يعني ركب جهاز على الشبكه هي تلقطه وتحط عليه بيانات وتستخدمه، هي ده الكونفجريشن بتاعها اصلا كده. ريستور الداتابيز كونتنت، بتستخدم الوال في الباك اب والريستور، والوال طبعا دي اللي هي رايت اهيد لوج، انكريمنتال وكونتينوس باك اب، وبتعمل بوينت ان تايم ريكفري لو في اي مشاكل للباك اب، وفولت توليرنس بقى وشغل بقى كله البيج داتا ده كله كونفجريشن وانت بدون تدخل يعني. اورينت داتا بيس كتكنيكال فيتشرز هنتكلم عليها، من اهم التكنيكال فيتشرز اللي فيها كروس بلاتفورم، يعني بتشتغل على الماك على ويندوز على لينكس على بتاع كل واحد. وطبعا دي لانها اصلا اورينت داتا بيس اصلا مبنيه جافا سيرفر ابلكيشن، تمام، هي مبنيه على جافا سيرفر ابلكيشن. مالتي لانجويج بروجرامنج بتتربط بيها بايندنجز، يعني بتتربط بالداتا، البي اتش بي بتتربط بيها، الاي اس بي سي شارب بتتربط بيها، الجافا بتتربط بيها، البايثون بتتربط بيها، يعني اي لغه بتقدر تربط بيها، النو جي اس مش عارف ايه الكلام ده كله. اكستندد اس كيو ال طبعا احنا المفروض ان هي اورينت داتابيز نو سيكوال، او نو سيكوال بس نو سيكوال، نو سيكوال يعني نوت اونلي اس كيو ال، ولذلك هي خدت الاس كيو ال الاساسيه الاستراكشر كويري لانجوج الاساسيه، اللغه بتاعت الاستلامات الاساسيه اللي كانت موجوده في الماي سيكوال والاوراكل داتابيز والبوست جري والاس كيو لايت والاس كيو سيرفر والماي سيكوال والكلام ده كله، خدت اللغه الاساسيه دي وطورتها عشان تشتغل على الجراف. طبعا دي قوه جامده جدا، الحته دي قويه جدا. يعني مثلا في ناس بتشتغل مثلا على دوكيمنت داتابيز، مثلا على داتابيز زي
الشهيره بتاعت الدوكمنت داتابيز مثلا اللي هي المونجو دي بي مثلا، بس مشكلتها كلها ان اللغه بتاعت الاستلام بتاعها والشغل بتاعها لغه خاصه بيها. لكن انا بقول لك انا بشتغل بالاس كيو، مش بس كده، كمان شغال في الحاجات الحديثه، في حاجه اسمها تينكر بوب اي بي اي شغاله بتخلي الاوريدي داتابيس تشتغل اي بي اي كمان، مش بس اس كيو ال، شغاله الاثنين قوي جدا. اوبن سورس بروجكت، لو انت جاي من ريليشنال وورلد وعندك سيستم بقى مبني كله ريليشنال داتابيس وكل الشغل بتاعك، في عندك حاجه اسمها في الاورينت داتابيس اسمها تيليبورتر. التليبورتر ده زي امبورتر كده، بيجيب الداتابيس بتاعتك الريليشنال ويحولها كلها ويكونفرتها ويحول لك البروجكت كله على الاورينت داتابيس. قوي جدا. الاورينت داتابيس كوميونتي دي اديشن، اديشن من الاديشنز اسمه اورينت داتابيس كوميونتي اديشن. الاديشن دوت فري، فهي داتابيس فري، تحط عليها سيرفر ما عندكش اي مشكله، وحتى لو هتستخدمها في حاجه ويب سايت او موبايل ابلكيشن كوميرشال يوز ما فيش اي مشكله. والجمله دي احنا واخدينها على السايت بتاعتهم، على السايت بتاعهم يعني، هم اللي قايلين كده كوميونتي استخدمها واستخدمها كوميرشال يوز، استخدمها اي حاجه مع فري. تمام، في عندهم نسخه ثانيه غير الكوميونتي فيها شويه فيتشرز اعلى شويه، لكن احنا ده بالنسبه لنا الكوميونتي هتغرقنا مع فيتشرز يعني. يو كان ميكس الاس كيو ال والاي بي اي اوبريشنز، تشتغل الاثنين مع بعض، ده او ده. بتسبورت الاستريم كويري، يعني الاستريم اللي هي بتتع الطاير، تقدر تعمل كويري على الطاير على الرام كده من غير ما تنزل الشغل، طبعا قوي جدا. طبعا الاورينت داتابيز بتسمح لك بالاس كيو ال كسنتكس، لان هي نوت اونلي اس كيو ال، مش نو سيكوال يعني، ما فيش سيكوال، لا ده هي نوت اونلي اس كيو ال. اخر حاجه اتكلم معاكم فيها بس يعني انا بحببكم بس في الاورينت داتابيز وقوتها ومدى يعني اللي ممكن تدوه لنا. الاورينت داتابيز مع النو سيكوال مودلز، انا هتكلم عن النو سيكوال مودلز مش هتكلم على اس كيو ال ما قبل النو سيكوال، هتكلم في الحاجات الحديثه. عندنا كي في داتابيز، عندنا كولوم داتابيز، عندنا الدوكيمنت، عندنا الجراف، دول الاربعه الاساسيين. هتلاقي الكي فاليو داتابيز زي الريدس داتابيز، داينامو، الرياكت. الكولوم داتابيز زي الفيسبوك كاسندرا، زي جوجل بيج تيبل، زي الامازون سيمبل تيبل دي بي. في الدوكيمنت المونجو كوتش دي بي، الاورينت دي بي في الدوكيمنت. وكذلك في الجراف اللي هي اعلى حاجه في تفصيل البيانات واقل حاجه في حجم البيانات. خدوا بالكم الكي في اعلى حاجه في البيانات، حجم البيانات واقل حاجه في التفصيل. كولوم داتابيز بعدها عكس، يعني تقل البيانات شويه بس التفصيل يبقى اعلى سنه، تفصيل اعلى هنا في الدوكيمنت بس البيانات بتقل، الجراف البيانات بتقل بس التفصيل بيزيد جدا. فالمستخدمين في التفصيل اورينت داتابيز، كان في نيو فور جي، كان في تيتان، بس طبعا الاورينت اعلى واحده. تمام، الاورينت داتابيز دوكيمنت وجراف. داتابيز زي ما قلنا فولي نيتف جراف، هي اصلا فولي نيتف جراف، جراف بكل تفاصيلها، لكن بتكابلد مع فيتشرز اللي هي الدوكيمنت داتابيز واللي هي ميديا سمبل وشغاله في السوق بشكل قوي. دي كانت الاوبجكت الاورينت داتابيز وكتكنيكال فيتشرز فيها وليه احنا هنستخدمها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.